معانا في قناة وطني الصاروخ، الجناح الطائر، الزئبقي، الشبح، ملك الدش، كابتن الزمالك ومنتخب مصر لكرة السلة، والمرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك النجم الكبير الحسيني سمير. طبعا زي كل أي طفل كان بداية بتاعته بتبقى كرة القدم ونجومية كرة القدم، وإن إزاي أنت تبقى موجود في كرة القدم ومع النجومية ومع الهالة الكبيرة اللي موجودة بنادي الزمالك والبطولات اللي بتتلعب، بالذات إن يعتبر في سنة 84 أول بطولة أفريقيا الزمالك خدها كانت شبع عندي حوالي 8 سنين أو 9 سنين، لا يا ربي 7 أو 8 سنين. فبداية إن أنت في السن المرحلة دي بتشوف الزمالك دوري وأفريقيا، مرحلة تكوين الشخصية الفكرية إن أنت بتبتدي تشجع اللي أنت أصلا في البيت فيه ميول ليه. ابتدى بقى الحلم إزاي أنا أبقى موجود جوه نادي الزمالك في كرة القدم. مع مرور الوقت ابتديت أبص على إن في باسكت، لقيت الباسكت بيكسب. 87 نادي الزمالك بطل دوري وكاس، فالموضوع ابتدى يدخل في سكة لا الباسكت وإيمج إن أنت علميا البيت بيدور إن أنت إزاي تبقى خريج جامعة كبيرة وفي نفس الوقت نادي الزمالك، حلمين مع بعض. طب الباسكت في ناس مهندسين ودكاترة، طب كانت الحلم ابتدى يروح منها. ابتديت في المدرسة إن كان في حاجة اسمها كشافين اللي كانت موجودة في الفترة ديت، ابتدى طيب في أنت طويل أطرافك طويلة تنفع تلعب باسكت، طب ما تيجي تلعب باسكت. ابتدى الحلم بقى من سنة 89 انك تلعب باسكت في نادي الزمالك. يمكن كانت خطواتي سريعة شوية ان انا في 89 ابتديت العب باسكت. في سنة 90 انا بلعب في فرقة اساسية نادي الزمالك، المنتخب بعد مرور شهور مش سنين، بعد مرور شهور انت لا منتخب مصر ناشئين، طب تتصعد درجة أولى تتمرن مع فرقة الدرجة الأولى، منتخب مصر الكبير بيبص عليك. 93 أنا كنت في منتخب مصر درجة أولى، لعبت المنتخب وأنا عندي 16 سنة ونص، يمكن درجة أولى نادي الزمالك كنت أنا ومودي سمير الاثنين الوحيدين اللي في الوقت ده كنا متصاعدين من واحنا صغيرين، ويمكن أنا الوحيد اللي دخلت منتخب مصر في المرحلة السنية ديت قبل ما يتكون الجيل اللي بيطلق عليه الجيل الذهبي بالنادي الزمالك بحوالي 3 أو 4 سنين، لأن أنا الحقني في الجيل والبدر وعيسم وطارق هم طلعوا وهم عندهم 20 سنة، فكانت بدايتهم كانت 96 لأن كمان هم أكبر مني سنا بسنة، فدي كانت بداية تكوين الحلم بقى الأكبر إن أنت إزاي تبقى البطل بعد ما انت كنت بقيت البطل الشخصي لنفسك ان انت تلعب في نادي الزمالك وتلعب في درجه اولى نادي الزمالك ومنتخب مصر، بقى في حلم عندك بقى بطل لنادي الزمالك ان انت تحقق بطولات. وابتدت بقى من 96 ابتدت بقى مسيره البطولات الحمد لله رب العالمين الى ان تم الاعتزال في 2017 مليئه بالبطولات والانجازات ومطبات كتيرة وارتفاع للقمة، ومنتخب مصر اعتزال في 2010 لعب دولي بالمزاج او زي ما بيقولوا بالارادة الشخصية، انك انت حسيت ان خلاص ما فيش جديد قدمه منتخب مصر، وكان شغل الشاغل في الفترة ديت في السنين العجية في اللي مر بيها الزمالك كان الهم الضغط العصبي والنفسي والرياضي كان كله نادي الزمالك، فكان صعب ان انا ابقى في عندي تركيز تاني غير نادي الزمالك. مرورا بقى برحله احتراف 3 سنين بره مصر الحمد لله عاد فيها نتائج كويسه، يمكن كان رجوعي لمصر كان نتيجه الوالده تعبت وكان لازم ابقى موجود جنبها، فكان مرتبط بيها جامد جدا، فما كان صعب قوي ان انا اسيب والدتي في الفتره ديت، وبرده كان في برده بعض بدايه الاخفاقات في فرقه الباسكت نادي الزمالك، كان رجوعي رجعنا وخدنا دوري وكاس يعني الحمد لله. يمكن انا راضي عن نفسي وعن مسيرتي مع نادي الزمالك بدرجه كبيره جدا. يمكن الجزئيه بتاعت ان تدخل مكان انت بتحبه وهو بطل في الوقت دوت، يمكن سنه 90 نادي الزمالك كان بطل افريقيا
وبطل دوري وكاس، ويمكن كان في جيل اللي لم يقدر ليه ان هو يبقى جيل ذهبي، كابتن شامو سريع وكابتن صناديق شريف صناديلي وكابتن ياسر وكابتن سمير جودة. يمكن الجيل دوت ابتدى طريق الانجازات في سنه 90 وكله سافر، يعني سمير جودة سافر امريكا، صناديلي سافر امريكا، هشام سافر احترف في جنوب افريقيا، علاء عبدون اعتزل. لا كان جيل ابتدى وانتهى مع البدايه، ما انتهاش طبعا لان طبعا هم كملوا معانا وخدنا كميه بطولات غير طبيعيه، ولكن انا بقول ان كانت مجموعه من جيل طالع من 20 سنه لنادي الزمالك، عمر واحد، زمايل واحد، كله سافر وكله بعد ما حقق الانجاز الثلاثيه اللي حققوها في سنه 90 كله خرج بره مصر. يمكن احنا خدنا منهم الهند زي ما بيقولوا او الرايه زي ما بيقولوا، خدناها وكملنا المسيره وقدرنا ان احنا نحقق في الحقبه بتاعتنا اكبر عدد من البطولات، لان هي كانت البدايه وولاده الجيل بتاعنا كانت على جيل محقق بطوله افريقيا ودوري وكاس. فيمكن دي كانت البدايه ان انت داخل نازل بطل، يعني انت بتتولد وانت بطل، فدي كانت حاجه مهمه جدا. يمكن بدايه البطولات كان قعدنا فتره من سنه 90 لسنه 95 96 كان بيشكل الجيل ده، كان بيشكل بمعنى التشكيل الفعلي، ان انت اللي خلص مرحله 20 سنه واللي طالع من عنده 16 سنه للدرجه الاولى. يمكن في الموسم الاولاني اللي احنا حالنا فيه الرباعيه زي ما بيقولوا، كان ربنا سبحانه وتعالى كرمنا كمان باثنين محترفين على مستوى خلقي وفني وكل حاجه زي ما بيقولوا على اعلى مستوى، لامين وسوري. يمكن دي كانت بدايه الجيل ده. يمكن في الموسم ده كسبنا كل المباريات وكل الماتشات وكل البطولات اللي شاركنا فيها، فكانت الانطلاقه زي ما بيقولوا انطلاقه كبيره، ان انت ما خدتش بطوله، لا انت واخد اربع بطولات، دوري، كاس، سوبر، وبطوله عربيه. يمكن انت ما فيش بطوله شاركت فيها ما خدتهاش، ما فيش فرقه ما كانش فرق سكور 20 بونت، فالانطلاقه كانت كبيره. وبناء على الانطلاقه الكبيره ديت هو ده اللي حصل. يمكن الانطلاقه بتاعت الجيل دوت بعد جيل 90 زي ما بيقولوا كانت 93 بدايه تشكيل الفريق. 95 96 كانت انطلاقه الفريق. يمكن الفتره بتاعت الثلاث اربع مواسم اللي تمت فيها بناء الفريق الجديد دوت من شباب عندهم 17 18 سنه مرورا لغايه 20 سنه مع بعض التدعيمات اللي كانت موجوده زي هشام ابو سريع، فرقت كتير قوي، فرقت ان كانت الانطلاقه كانت قويه، لان ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا باثنين محترفين على خلق وعلى اداء فني عالي جدا واضافوا لنا فنيا ومعنويا وخلقيا، اضافوا لنا حاجه كتير جدا اللي هو لامين وسوري. حتى هما كانوا شبه الفريق في كل حاجه، يعني كانوا شبه الفريق نفسيا ودينيا وخلقيا وحافز بطوله لان هم عايزين يعملوا نفسهم تاريخ. فكانت الانطلاقه 95 96 برباعيه، ان انت كسبت دوري، كاس، سوبر، عرب، فكانت انطلاقه يعني زي ما بيتقال كده ولا اكثر من روعه ولا اكثر من جوده، ان انت تبتدي حياتك البطوله بالاربع بطولات دولت. وبناء عليه ان الجيل ده استمر لغايه 2009 وحصد الاكثر بطولات في تاريخ نادي الزمالك في كره السله. لا قدرنا حققنا كل البطولات دي بكل الشباب، ويمكن كان في تحدي ورهان داخلي ما بيننا وبين نفسنا ان مصر كلها قالت المحترفين مشوا، لامين وسوري مشوا، واتلغى الاحتراف في نادي الزمالك، مش هحقق اي بطوله في الموسم دوت. يمكن حققنا نفس التارجت بنفس النتائج بنفس المكاسب، وتتبعها بعد ذلك ان انت حققت خمسه دوري وحققت تسع كاس في الحقبه دي. كان كل موسم لازم بطوله، مفيش موسم ما كانش فيه بطوله.
طبعا منافسات مع خروج مين احترف. انا احترفت مع خروج هيثم السعيد في بعض الاوقات لمجلس الاداره واعتزال ثم عوده، خروج وائل بدر الاحتراف، اصابات، حاجات كتيره قوي حدثت في 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 في, في الحقبه بتاعه كره السله للجيل الذهبي لنادي الزمالك. ولكن كلنا جميعا بان كان على الاقل كل موسم بيبقى فيه بطوله. نادي الزمالك في الفترة دي شارك في كل البطولات المتاحة. يمكن احنا كنا بالنظر لظروف مجالس الادارات ما كانش بيبقى فيه مشاركات خارجية كتير، ولكن كنا بنبقى البطل وبنعتذر مع اننا البطل للدوري او الكاس المصري. الفترة دي يمكن هي الفترة اللي عاملة لنادي الزمالك او لجمهور نادي الزمالك الحالي ان مفعش ما بقاش فيه بطولة. نادي الزمالك متعود ان يبقى فيه بطولة، عشان كده لما بيمر موسم من غير المنافسة وحصد لقب من الألقاب بيبقى صعب شوية على جمهورنا الزمالك، لأن جيلنا طمع الجماهير إن ده الطبيعي في المكسب وده الطبيعي نادي الزمالك. إن إحنا جيلنا كله ولاد نادي الزمالك من قطاع الناشئين، ما كانش في حد خارجي، يعني كلنا ابتدينا الباسكت جوه نادي الزمالك ونهينا الباسكت جوه نادي الزمالك.